سأتحدث اليوم عن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان، ابن الإمام أحمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد، ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مدينة مسقط في الحادي عشر من أكتوبر عام 1954 ميلادية. مر جلالته بمراحل تعلم عدة المرحلة الأولى تلقى جلالته تعليمه الابتدائي في المدرسة السعيدية بمسقط بعدها انتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التعليم العالي ودرس في جامعة إكسفورد في لندن كما أكمل تعليمه بكلية بيمبروك بنفس الجامعة تولى السلطان هيثم بن طارق أعزه الله خلال مسيرته العملية مناصب عدة منها وكيلًا للشؤون السياسية في الوزارة الخارجية عام 1986 ميلادية، بعدها أصبح وزيرًا للتراث والثقافة في الفترة ما بين 2002 و2020، كما تولى جلالته رئاسة العديد من اللجان أهمها رئاسة اللجنة الرئيسة لرؤية عمان 2040، تولى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير من عام 2020، خالفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في انتقال سلس للحكم. القى جلالته خطابه الاول امام مجلس عمان كما عاهد شعبه منذ الوهله الاولى بالسير على خطى السلطان الراحل في سياسته الداخليه والخارجيه